في توقيت واضح جدا في نهاية الفترة التي تسيطر فيها أمريكا على العالم ويسيطر فيها ترامب على أمريكا ويحكم فيها ترامب أسوأ من حكم أمريكا بالنسبة لقضيتنا أبدا وأسوأ من حكم إسرائيل فيها نتنياهو، بوجود نتنياهو وترامب وبالسيطرة الأمريكية وبهيمنتها على منطقة الخليج نقوم بالضغط على دول الخليج الإمارات والبحرين وقد وبدون شك أنها حاولت الضغط على غيرها من أجل تنفيذ سياستها اللي هي قائمة على صفقة ترامب أو صفعة ترامب أو خدعة ترامب التي لا هدف منها إلا تصفية القضية الفلسطينية وإعطاء القدس بمقدساتنا فيها إلى إسرائيل، هذا هو المطلوب. نعم. طيب اليوم الخطوات العملية للسلطة الفلسطينية ماذا ستكون، خصوصا أننا أمام ثاني اتفاق تطبيع علاقات مع إسرائيل من دولة عربية خليجية، أيضا يقول نتنياهو بأن المزيد آت ويعد بأن المزيد آت، وفق المراقبين الإسرائيليين يقولون بأن السعودية في الطابور. أرجو ألا تكون السعودية في الطابور، أرجو أن يكون وإذا كانت لأن يعني كل التحليلات تقول نحن نحن لسنا مستعدون لشن حروب على الدول العربية، مش هذه هي المشكلة، يكفينا إسرائيل وأمريكا، يعني كل ما نستطيع أن نقوله أن نطرح موقفنا، أن نصمد على أرضنا، ألا نتراجع أنملة واحدة عن حقوقنا، هذا ما نستطيع أن نفعله، أن نوحد صفوفنا، أن نستعد لمواجهات وانتفاضة مع إسرائيل، ذلك ما نستطيع أن نفعله، لا نستطيع أن نفعل شيئا للضغط على الحكومات العربية. نعم. طيب لكن يعني تقول بأننا لا نشن حربا على إسرائيل على أي دولة عربية، لكن ألا تعتقد بأن يعني هو أيضا فتح حرب على القضية الفلسطينية من خلال هذه الاتفاقيات من قبل هذه الدول، ووصفتموها بالخيانة، يعني في كل الحالات وصفتم هذه الاتفاقيات بالخيانة للقضية الفلسطينية والفلسطينيين. هي خيانة وعار، ولكن العار حقيقة على كل من هو عربي يقبل في هذه الفترة بالتطبيع مع أسوأ من حكم إسرائيل، من يغتصب أرضنا ومن يضمها إليه بدعم أمريكي ومن يقوم بالاستيطان ومن يعتدي على غزة ومن يقاتلنا في كل مكان، كيف يمكن التطبيع مع هؤلاء؟ ولكن يعني احنا مطلوب من الشعب الفلسطيني ان يحافظ على ارضه وعلى وطنه، وهذا سنفعل، وان نقاتل نواجه اسرائيل سنفعل، وان نواجه ترامب سنفعل، مطلوب منا كمان نواجه الحكومات العربيه. طيب دكتور نبيل، اليوم هل جرى اتصال مع الحكومه البحرينيه والسلطات في البحرين ازاء هذا الموضوع؟ لا، احنا استدعينا سفيرنا من البحرين واستدعينا سفيرنا من الامارات، وما عندهم مش سفراء عنا، وبالتالي ليست هناك اتصالات مباشرة، لكن احنا ذهبنا إلى الجامعة العربية. نعم، ماذا قالت الجامعة؟ نطلب من الجامعة العربية أن تقوم بإدانة هذا، الجامعة العربية وتشكيلة حكامها العرب الآن غير راغبة في إدانة أحد. نعم، تؤكد مشروع السلام العربي، طب مشروع السلام العربي واضح، والقرار القمة العربية في بيروت واضح، لا تطبيع مع إسرائيل إلا بعد أن تنسحب إسرائيل بالكامل من الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 67، بما يقيم دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس ويعيد للاجئين حقوقهم في العودة. طب هذا مخالفة واضحة وصريحة، ايش فينا نعمل اكثر من هيك يعني؟ نعم. طيب. الا ان نصمد وان لا نقبل وان نوحد صفوفنا وان نكون جاهزين. طيب ازاء هذه الاتفاقيات ماذا تقول جامعه الدول العربيه؟ لا تقول شيئا الا ما قلته لك. نعم. انه ده تاكيد مشروع السلام العربي. وهل تعتبر هذه الاتفاقيات ضمن مشروع السلام الجامعه العربيه؟ الجامعه العربيه هي تشكيله من الحكام العرب اللي من بينهم حكام الخليج ومن بينهم حكام طبعوا مع إسرائيل ومن بينهم هذا الوضع الصعب الذي نواجهه في العراق وفي ليبيا وفي سوريا وفي اليمن، يعني هذا وضع عربي صعب، وليس هناك جمال عبد الناصر جديد، وليس هناك قادة عرب قادرين على إعادة لم الصفوف في مواجهة إسرائيل، هذا الوضع العربي السيء جدا إلى أقصى درجة،
نحن نواجهه ونحن نواجه إسرائيل وأمريكا. نعم. طيب كيف ستواجهون إسرائيل وأمريكا، خصوصا أنك حضرتك ذكرت منذ قليل بأننا سنواصل قتالنا لإسرائيل، كيف سيكون قتال إسرائيل؟ نحن في صدد قيام انتفاضة فلسطينية جديدة. نحن اجتمعنا اجتماعا على التقنيات الحديثة، جمع كل القيادات الفلسطينية في اجتماع كان في بيروت، جزء منه جزء منه كان في رام الله، واتفقنا على تشكيل لجنة للعمل على العمل المشترك من أجل مواجهة إسرائيل، واتفقنا على لجنة مشتركة للعمل في مواجهة التطبيع، ومفروض أنه هذه اللجان تقدم خططها في خلال 5 أسابيع، والرئيس أبو مازن قال نحن مستعدون لتنفيذ كل ما تقوم به وتنصح به هذه اللجان. كل ما تقوم به وتنصح به هذه اللجان أيا كان، حتى على صعيد المقاومة، كيفية المقاومة، مش هيقوموا يطالبون بالخيانة، مش هيطالبون بالاستسلام. لا نتحدث عن ذلك، نتحدث عن الاجتماع الفصائل، عفوا دكتور نبيل، اجتماع الفصائل الذي جرى، وبحال تم التوافق على نقاط معينة ربما كانت مثار خلاف في ما مضى، هل سيتم الموافقة عليها؟ ما فيش خلاف. نعم. الكل المطلوب حقيقة احنا متفقين عليه، والهدف الوطني متفقين عليه. نعم. واللي حضر اجتماعنا اللي كان في بيروت وفي رام الله، وانا كنت في اجتماع رام الله، ما فيش خلاف اطلاقا لا بيننا وبين حماس، ولا بيننا وبين الجهاد، ولا بيننا وبين الجبهه الشعبيه، هناك وضوح كامل، لانه المؤامره المقصود بها تصفيه القضيه الفلسطينيه، وكلنا في ذلك متحدون في مواجهتها.